إذن مباراة ليبيا رواندا لصالح تصفيات الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 هناك بروسيا تنتهي بتفوق المنتخب الليبي بهدف نظيف. المباراة التي لعبت هناك بمدينة جوهرة الساحل سوسة التونسية على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة بهدف نظيف سجل عن طريق ركلة جزاء نفذها المايسترو فيصل البدري. إذن المنتخب الليبي ينهي موقعة الذهاب متفوقا بهدف نظيف في انتظار موقعة الإياب هناك بتيغالي عاصمة رواندا يوم 17 من هذا الشهر.